لما سمعت صوت البارود خفت عليك، افتكرت صار لك شي. لا أنا ما دخلني، ما بعرف شو صاير برا. المهم إنك بخير. المهم إنك أنت بخير. تاني مرة اللي بقى تطلعي لحالك بنوم. بعدين أنت شو طالعك بالهيالي يا؟ بتعرفي ما يكونوا أولادين هالحرام عاملين لك شي؟ والله ساعتها كل صباشية الشام ما بيكفوني، رح تلاقيني وراهم عم قتلهم واحد ورا التاني. ليش كنت بدك تقتلهم واحد ورا التاني؟ لأنه قربوا عليكي. ليش مين أنا لحتى تقتلهم؟ شو أنت مين؟ لك أنت ست الكل إيفخانو. بس كرمال هيك؟ بس لأني إيفخانو؟ شو قليلة هي يعني؟ افتكرت كرمال شي تاني.